اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة tiftok.com. في هذا الحلقة سنتكلم في الحلقة السادسة سنتكلم عن الليميتيشن في اليوزر مانجر 7 الذي وضع حدود لكل يوزر مثل الريت ليميت وكم يستطيع ان يحمل بيانات او تحديد السرعة وغيرها من الميزات الخاصة بالليميتيشن في المحدودية في اليوزر مانجر 7. لا تنسوا الاشتراك والتعليق في القناة. طبعا ارحب الجميع في القائمة الخاصة للدروس، تستطيع الاشتراك فيها بمبلغ $5 شهريا. بيانات الدفع موجودة اسفل الفيديو، بامكانك مراسلتنا ايضا لمزيد من المعلومات على رقمنا الخاص في الواتساب 00967712105577. مراسلتنا على الواتساب او مراسلتنا على البريد الالكتروني. ايضا سنكون سعداء بتلقي دعمكم للقناه سواء عبر البيتكوين او عبر العملات الرقميه او عبر البرفكت ماني. اما اذا كنت داخل اليمن فتستطيع ارسال لنا نجم او كريمي او عمقي حسب البيانات. الرابط الدعم القناه موجود اسفل الفيديو، كما تستطيع الاشتراك في خدمه الميكروتك المدفوعة كما أخبرناكم. وأهلا بالجميع في هذه الخدمة التي توفر لكم الرسائل فيديوهات تعليمية خاصة مع بعض الأدوات. نبدأ الشرح، ننتقل إلى الوين بوكس. بانتقالنا إلى الوين بوكس ثم الضغط على اليوزر مانجر ثم الانتقال إلى خالمة ليميتيشن، أستطيع أولا أن أنقر على زر الإضافة الخاص بالليميتيشن. الخانة الأولى لدينا اسم المحدودية أو اسم الليميت، ويفضل أنها تكون بدون مسافة حتى إذا رغبت أني أتعامل معها من الترمينال أو من الكود يتم الأمر بسلاسة وبدون حدوث أخطاء. لذلك يفضل أننا أكتبها دوما بدون مسافة، أسميها هنا my limit مثلا. الإعداد الأول الخاص بالداونلود and الأبل، قلنا الداونلود والأبل لود limit أي هي كمية التحميل. كمية التحميل والرفع المحددة جهاز العميل، فبيتم هنا التعامل في الميكروتك بالبايت. فلازم اني احول القيمة التي ارغب بها الى بايت قبل وضعها. فمعنا الداونلود ليميت الذي هو كمية التحميل المسموحة، والابلود ليميت كمية الرفع المسموحة، والترانسفير ليميت اللي هي كمية اجمالي البيانات المسموحة. استطيع اني احدد له كمية اجمالي بيانات، او استطيع اني احدد له كمية داونلود معين او ابلود معين، لكن كما قلنا يتطلب مني اولا احول الرقم الى بايت. طبعا البايت الكيلو بايت يساوي 1024 بايت، والميجا بايت يساوي 1024 بايت. إذا أردت أني أحولها يدويا فسأضرب 1024 في 1024 يطلع لي الرصيد بالميجا بايت. لكن بإمكاني أني تجنبا للخطأ أني أفتح جوجل مباشرة، نسخت الرقم، قمت بلصقه مثلا، ألغي المسافات أولا، ألغيت المسافات هنا، وأستطيع أن أضع الكمية اللي أرغب بها. أني وضعت معه، لاحظ معي الخطأ حساس للمسافة، لازم المسافة اني اتأكد اني زلت حتى المسافة اللي في الاخير.
في هذا الخانة أنا حددت أنه إذا تجاوز تحميل المستخدم، إذا تجاوز تحميل المستخدم كم؟ إذا تجاوز تحميل المستخدم القيمة هذا، قيمة الاثنين جيجا بيقوم بإنهاء اليوزر، يعني انتهى البروفايل الخاص به أو انتهى الصلاحية الخاصة به. وأستطيع أني مثلا وإذا تجاوز تحميله 2 جيجا أيضا ينتهي الخاص به. أغلبنا هنا في بنستخدم اللي هي الترانسفير ليميت، هذه اللي هي الإجمالي، إجمالي الأبلود أند إجمالي الأبلود والداونلود، فأغلبنا بيستخدمها هنا. لكن أنا هنا بشرح بسوي شرح للكل. فأضع الليميتيشن عشان أشرح عليها. فهنا بين أقول له أنه إذا تجاوز المستخدم الداونلود 1 جيجا أو الرفع تبعه 1 جيجا، فبيقوم يفصل الميكروتك يوزر مانجر، يفصل اليوزر. إذن هنا الخانة الخاصة هي بالداونلود والأبلود. الاختيار الثاني اللي هو ترانسفير ليميت، الذي هو الخاص بإجمالية التحميل. إذا تجاوز إجمالية الرفع مع التحميل 2 جيجا بيفصل عليه البطاقة أو الكارت. معانا الخاصية الخانة اللي بعدها والمحدودية اللي بعدها اللي هي ستيشن ليميت، اللي هي تعادل الأب تايم ليميت في الإصدار اللي قبله، في الإصدار السادس كان اسمها الاختيار اب تايم ليميت، يعني اقصى وقت محدد للبطاقه. اذا تركت على ماوس بار فبيكون مفتوح، فهنا احدد انه مثلا 3 ساعات، فمجرد ما ينتهي العميل من ال3 ساعات خلاص بينتهي البروفايل تبعه. اذا الساشن ليميت هنا يعادل الاب تايم ليميت او اكبر وقت محدد للمستخدم، وقت المستخدم، الوقت المحدد للمستخدم اللي هو الساشن ليميت، اللي هو وقت المستخدم. وترانسفير ليميت اللي هو رصيد الميجا، رصيد الجيجا الخاص بالمستخدم. الابلود والداونلود اذا رغبنا في استخدامهم، بس بالاغلب هنا ما بنستخدمهمش. اذا رغبت مثلا اني احدد له رصيد تحميل او رصيد رفع، رصيد ارسال محدد، هذا بيستخدمه اغلبهم اصحاب الباقات اللي معهم نت فضائي مثل ياهو كليك وغيرها، لانه بيكون سعر الارسال اكبر من سعر التحميل، فبيحدد رصيد للتحميل ورصيد للارسال بشكل منفصل. طبعا هنا انا بخلي الصفر صفر عشان لا، لانه البعض الاغلب بيستخدم الميكروتك كنظام توزيع بطائق كروت الواي فاي العادية اللي بنعرفها اللي في الأحياء والمدن. فلذلك بنكتفي ان احنا بنحددنا اجمالي الرصيد بالميجا المتاح. وشرحنا ايضا ما معنى الداونلود والابلود، انه الابلود كمية رصيد الارسال المحدد، اذا انتهى من رصيد الارسال خلاص ينتهي الكرت. والداونلود ايضا كمية التحميل الخاصة بالكرت أو البطاقة أو المستخدم، إذا انتهت ينتهي البطاقة. وأخبرناكم أن هذا الاختيارين أغلب من بيستخدمهم أصحاب النت الفضائي أو المناطق اللي يكون فيها أسعار إرسال الإنترنت مختلفة عن أسعار التحميل. معانا الآن الريت ليميت الخاص بتحديد السرعة. نبدأ نشرح الريت ليميت. معانا الريت ليميت وهو كما قلنا تحديد السرعة. معانا خانة، خانتين، 3 4 5 الخاصة بتحديد السرعة. معانا الأول خانة هي السرعة الاعتيادية للعميل. طبعا بنقيسها بالميجابيتس بير سكند، أستطيع أن أستخدم حرف الكي للميجا أو حرف الام للميجا لتحديد السرعة. مثلا أحدد سرعة العميل، السرعة الاعتيادية هي 512 كيلو بايت في الثانية. هنا الريت او السرعة الاعتيادية للشخص،
طبعا هنا سرعة الرفع وهنا سرعة التحميل. المربع الثاني سرعة التحميل والمربع الأول سرعة الرفع. الاختيار الثاني هو أقل سرعة، سرعة الدنيا للمستخدم، مثلا حددتها 256 كيلو وهنا 256 كيلو. معانا الاختيار الثالث اللي هو ايش؟ الليمت براست او سرعة الانفجار او سرعة السماح لهذا المستخدم بتجاوز السرعة المحددة 512 الى سرعة اعلى، ولتكون مثلا سرعة 1 ميجا. طبعا البراست ليمت يجب انها تكون ايش؟ اكبر من الريت ليمت واكبر من المين ليمت. معانا سرعة البرست ثيرز هولد، هذا ايش؟ هذا السرعة لازم تكون بين الريت ليمت والبرست ليمت، بين السرعة العظمى والسرعة الاعتيادية. فمثلا نجعلها 600 كيلو مثلا، جعلها القيمة الذي يناسبك، اهم حاجة انها تكون في بين السرعة العليا والسرعة العظمى. ومعانا هنا وقت القسم، وقت الفحص، دقيقتين مثلا او خمس او ست. ما اللي بيفعل هذا العملية كاملة؟ الميكروتك بيحسب لي سرعة الخاصة بي، السرعة الابتدائية مثلا دخلت بسرعة 512، فبيقسم اجمالي السرعة اللي استهلكتها خلال الدقيقتين. اذا السرعة اقل من 600 بيسمح لي اني استخدم السرعة العظمى دقيقتين. مفهوم؟ خلونا نشوف في الشكل في الصورة نوضح أكثر عشان يفتهم لنا بشكل مضبوط أكثر. لاحظ معي الصورة التالية. معنا هنا المستخدم وهذا الراوتر، ونفرض أن هذا الثلاث النقاط الخضراء هي سرعة الكيو أو سرعة البوابات. هنا السرعة الدنيا اللي قلنا أقل سرعة 300 كيلو بايت، وهنا السرعة القصوى 512، وهنا السرعة الخارجة اللي هي الواحد ميجا. وهنا معنا البرست ثيرد هولت اللي هو 600، ومعنا التايم 2 دقيقة. المستخدم بيبدأ هنا يستخدم الانترنت، فالراوتر بيمشي من اين؟ بيمشي من البوابة الاعتيادية الذي 512، يمشي من هنا لا داخل الانترنت بسرعة 512 لمدة كم؟ لمدة دقيقتين. بعد انتهاء الدقيقتين الميكروتك بيقسم اجمالي السرعة على الوقت. فاذا طلع الافرج او النسبة اقل من 600، طبعا هي بتطلع اقل من 600 لانه الان حاليا 512، بيفتح لها البوابة الكبيرة، يقول له لا خلاص انت تعال مر من هنا. المستخدم بيمر من ايش؟ من السرعة الذي 2 ميجا لمدة كم؟ لمدة دقيقتين. يعني يبقى يستخدم السرعة العظمى لمدة دقيقتين. بعد ان ينتهي من استخدام السرعة العظمى لمدة دقيقتين، ايش يعمل الميكروتك؟ يقسم السرعة. اذا كان الاجمالي اقل من 600 بيرجع المستخدم للبوابة الاعتيادية اللي هي 512. ارجع يا عم استخدم 512. اوكي، المستخدم بيحمل وبيضغط على الشبكة، والقيمة المتوسط في الدقيقتين طلعت ايش؟ اكثر من 600 ميجا. فبيغلق عليها البوابة الاعتيادية والبوابة الكبرى ويودي وين؟ للبوابة الضعيفة ابو 256 او ابو 300. اوكي، يعني الآن إذا طلع المعدل أكبر من 600 بيمشي 300 كيلو لمدة دقيقتين. بعد ما يمشي لمدة دقيقتين من السرعة الدنيا، يرجع بعد الدقيقتين يشوف المعدل 600، خلاص ارجع استخدم ايش؟ استخدم البوابة العادية لمدة دقيقتين. خلص الدقيقتين تبعه، يفحص المستخدم أقل من 600، امشي للبوابة الكبرى. أتمنى أني تكون وضحت المسألة. معانا
عندنا الخيار الأخير اللي هو البايروريتي، الخيار الأفضلية. لنفترض ان اننا عاملين ايش، عاملين بضائق مجانية وبضائق مدفوعة. مثلا هذا الماي ليمت هو المدفوع، اسوي ليمت ثاني بنفس الخصائص اسميه فري بنفس السرعة وبنفس كل حاجة. طبعا انا اريد ان اضع مثلا حاصل اختناق في النظام او سرعة الانترنت عندي غير مكفية لتمرير الكيوز الموجودة، فأنا أريد إعطاء الأولوية للإنترنت، لخروج الإنترنت لمن يدفع. يعني المجاني عادي إذا طلع عند بضيء قليل، فبنسوي الأولوية لمن؟ للمدفوع. الأولوية بتتكون عندنا من رقم من 1 إلى 8، حيث أنه 1 أعلى أولوية و8 أسوأ أولوية. مثلا بحدد للماي ليمت الأولوية الرقم 1 والمجاني الأولوية الرقم 8. ايش بيعمل عندي؟ اذا الخط مزدحم جدا، مثلا معي هنا في الكيو 20 ميجا وهنا 20 ميجا، بيمشي مثلا 3 من هنا و1 من هنا. مثلا بتكون الاولوية لخط سير البيانات اعلى، يعني البيانات تمشي بشكل اسرع في الأولوية الأسرع، ومن ثم يشاهد الأولوية المجاني، فيكون سرعة الإنترنت عند الخدمات المدفوعة أسرع من الخدمات المجانية. انتهينا من شرح الخانة. هذا ننتقل إلى آخر ميزة جديدة في اليوزر مانجر 7، وهي الريسيت كاونتر. طبعا الان بامكاننا نصلح في اليوزر مانجر مستخدمين يتصفروا بشكل تلقائي اول الشهر، كل اسبوع، كل ساعة. معنا الخيار الاول اللي هو متى يبدأ العد. افتراضيا انا قرأت في موقع الكروتك انه نخلي افتراضيا، غير نستطيع ان احنا نجعل لك قيمة، لكن اقول ان احنا نجعل له يأخذ التاريخ او الوقت من الميكروتك رأسا كقيمة افتراضية. وبإمكاني أني أحدد أيش، أحدد كل كم يتصفر المستخدم، كل شهر، كل أسبوع، كل ساعة. مثلا إذا أنا في مكهى ممكن أخلي الكرت أو البطاقة كل ساعة. إذا أنا في مثلا في البيت أريد أني أحدد لأخي أو الأولاد جيجا معين، مثلا 2 جيجا في الشهر لكل ولد من البيت، أقول إذا خلصت الجيجا تبعك قبل الشهر ما فيش معك إنترنت، فبيكمل 2 جيجا ويجلس بدون جيجا، فأول ما يخلص يتصفر. أيضا بنحتاجها لأصحاب البيوت اللي معاهم، الذي على أسطح منازلهم أجهزة الإرسال، مثلا بنعطيهم عادة 2 أو 5 جيجا، فأحدد له 5 جيجا تتصفر كل بداية شهر بدون تدخل مني. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة السادسة من دورة الميكروتك يوزر مانجر، الميكروتك 7 ليوزر مانجر 7. أنهينا الليميتيشن اليوم، وغدا سنأخذ البروفايل ليميتيشن واليوزر بروفايل. لا تنسوا الاشتراك في القناة، أيضا هذا الفيديو مخصص للمشتركين في القناة المميزة، في القائمة المميزة. نتمنى أن ينال رضاكم. هذه تحياتي، خالد الموسيقى.